طيب الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم اليومي حديث الصحافة، وفيه نستعرض عناوين الصحف والمواقع الإخبارية ومقالات الرأي والتحليل ومنشورات الصحافة الجديدة. والبداية من المواقع الإخبارية. الصحوانت الأسيدي: العشرات من الصحفيين تعرضوا للإخفاء القسري والاختطاف والاعتقال من قبل الحوثيين. أزمة المياه في تعز، معاناة أنهكت السكان، فقام الحصار الحوثي للمدينة. ندوة حقوقية تكشف عن اعتقال الميليشيا الحوثية أكثر من 1700 امرأة يمنية. الحوثيون والقاعدة: تخادم الإرهاب لزعزعة اليمن وخداع المجتمع الدولي. المصدر أونلاين: نشر جواسيس وصناعة الدسيسة وإجبار الأسر على التبرع من أبنائها. هكذا يعمل الحوثيون على تفكيك النسيج الاجتماعي. اغتيال الداعية السلفي والقيادي بألوية اليمن السعيد عبد الرزاق البقمة شرقي محافظة مارب. مواطنون يتظاهرون في إب تنديدا بأزمة الغاز المنزلي والمتاجرة بمعاناتهم، وعناصر حوثية تعتدي على محتجين. القوات الحكومية تعلن عن عملية عسكرية تستهدف عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين. الحرف 28: مسام يبدي استعداده لتطهير طرقات تعز من الألغام بعد فتحها. الحكومة تتهم البعثة الأممية في الحديدة بتضليل المجتمع الدولي. يمن مونيتور: اتفاق يمني أمريكي على إنشاء بنك للمعلومات النفطية في عدن. بلومبرج: انفجار قنبلة نفطية في اليمن يهدد الاقتصاد العالمي. مارب بريس: وزارة النفط تعلن عودة أشهر شركة أمريكية عالمية في مجال النفط لعملها وتوسيع مجال الاستكشاف النفطي. الأمم المتحدة: نظام التعليم في اليمن على وشك الانهيار والحرب دمرت 3000 مدرسة. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية. الشرق الأوسط: الكيانات الموازية سلاح حوثي يهوي بالدولة ويفكك المجتمع، عودة إلى ما قبل الجمهورية وبناء اقتصاد طفيلي. صحيفة العرب: جماعة الحوثي تمنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب. الخليج: الجيش اليمني يصد هجوما للحوثيين على مواقعه بجنوب مارب. البيان: اليمن فتح الطرق يتعرض لضربة حوثية. اندبندنت: اليمن يبحث عن تاريخه في السوق السوداء. من عناوين الصحف إلى مقالات الرأي والتحليل، وفيها نطالع ما نشره موقع المصدر أونلاين للكاتب الصحفي عبدالله المنيفي تحت عنوان إله الإمام المتنكر بزي النسائي. استعرض الكاتب في مقاله التنكر في مذهب الإمامة، مؤكدا أنه فاعل متأصل منذ القدم، فعندما أطلق الحوثيون على أنفسهم بداية ظهورهم صفة المكبرين والشباب المؤمن وحاليا أنصار الله، كانت بدافع تطويع الناس لما يشبه أنصاف الآلهة حتى يتمكنوا من التسلط على اليمنيين والتحكم بالسلطة والثروة واختيار حتى شعاراتهم وطريقة عبادتهم. لم تمضي إلا سويعات من قيام أمن محافظة مارب بضبط خلية من ميليشيا الحوثي متنكرة بملابس نسائية في أحد نقاط التفتيش، حتى خرج علينا أحد قادة الميليشيا الأشد عنصرية المدعو أبو فاضل الشرقي معلنا عن الإله الذي يجب أن تخضع له رقاب اليمنيين. التنكر هو الفعل المتأصل لدى الجماعة الإمامية حتى في تقديم نفسها للمجتمع، فعند ظهورها أطلقوا على أنفسهم صفة المكبرين، وقد سبق أن أطلقوا على التنظيم السلالي الهاشمي اسم الشباب المؤمن ليشمل كل من يؤمن بالإمامة والولاية كفكرة تطوع الناس لما يشبه أنصاف الآلهة الذين تمكنهم جيناتهم الوراثية من التسلط على اليمنيين والتحكم بالسلطة والثروة، وتختار لهم حتى شعاراتهم وطريقة عبادتهم. ووفقا لما تقتضي حاجة المشروع الإمامي ومقتضيات الأجندة الإيرانية ومتطلبات اللعبة الدولية، أصبح اسم الجماعة في شكلها الجديد أنصار الله في تنكر جديد قديم استعمله أئمة الأسرة المتوكلية مسبقا، وإن اختلفت بعض التفاصيل وأضيفت الصيغة الإيرانية لتبدو طاغية أكثر. حتى المسميات السلالية المتوارثة للقادمين من هذا الفكر المتخلف جاءت بوجوه تنكرية، فمن جاء في البداية لقتل اليمنيين وفرض مشروع الغواية أطلقوا عليه الهادي، ومن كان يعيش على أموال الشعب اليمني أطلق على نفسه المتوكل، وحتى أصبح بعضهم شرف الدين. خلال هذه العقود قدم المشروع الإمامي في اليمن رموزه على أنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى،
إن تنكب الشعب اليمني عن طاعتهم خاب وخسر، وتطور الأمر مع ظهور النسخة الجديدة والمهجنة من الإمامة مع تمرد حسين الحوثي الذي قدموه بأنه قرين القرآن، ويعنون بذلك المشرع للشعب اليمني وأن الحكم بات حقا مطلقا له كوريث لما يسمى آل البيت، وحق إلهي أساسه التفوق الجيني والتمييز العرقي. تطور الأمر حين باتت الساحة خالية للإمامة الحوثية، فجاء السلاليون بصنمهم الجديد ليصبح أكثر قداسة كنصف إله متجاوزا الحق الإلهي، إلى تلبس صفات الإله الذي يمنح الحق وتصويره ككائن أسطوري خارق. موقع الثورة نت نشر مقالا للكاتب الصحفي فؤاد العلوي تحت عنوان هل يدرك المعنيون معركة الإعلام؟ تطرق الكاتب في المقال إلى أهمية دور الإعلام في المعركة الوطنية، معتبرا أن خطاب الحوثي الأخير والذي شن فيه هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد أن المسار العسكري والمسار الإعلامي لا ينفصلان، وكلاهما يكمل الآخر باعتبارهما معركتين متوازيتين تبدأ بالوعي وتنتهي بالحسم العسكري، وهذا يستدعي من الحكومة أولا ومن كافة القوى الوطنية ثانيا إيلاء الإعلام المزيد من الاهتمام. لكي يدرك الصحفيون والإعلاميون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي دورهم المحوري والكبير في المعركة الوطنية، عليهم أن يتابعوا الفوبيا التي تعتري زعيم وقيادات الميليشيا هذه الأيام، والتي باتت تجد نفسها أمام خطر وعي شعبي متزايد قد يغير المشهد. بالأمس كشف زعيم الميليشيا عن هذه الفوبيا، وقبلها كانت عدة خطابات كشفت عن مخاوفه من تصاعد تأثير الخطاب الإعلامي المناهض لهم أوسط المجتمع، لكن خطابه الأخير كان الأكثر وضوحا في التعبير عن تلك المخاوف. يمكن تسمية خطابه الأخير بخطاب الخوف، فقد بدأه بالحديث عن خوفه من الهدنة لأنها كما قال ستؤدي إلى الفتور والملل، وانتقل بعدها إلى الحديث عن الخوف من معركة الوعي ووقوع المواطنين تحت تأثير الخطاب المناهض لهم. هاجم ما ينشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، واعتبر ما يجري بأنها حرب شرسة تستهدف الهوية الإيمانية والمعنويات والأفكار والقيم لدى الشباب، وتريد أن تحولهم إلى مندسين وهينين كما قال. تحدث عن تسخير المليارات لما قال إنها حملات إعلامية ودعائية كبيرة، وتحدث عن حرب ناعمة وعن استهداف ممنهج لإخضاعهم لمن وصفهم بالمحتلين، وربط ذلك بالدعارة لإثارة مخاوف المواطنين من متابعة خطاب القوى الوطنية. لا يبدي زعيم الميليشيا اكتراثه لمواكب التشييع وعوير الأمهات ودموع اليتامى، ولا يكترث من حالة الوجع التي أصابت المواطن اليمني منذ العام 2014 وقبلها 2004، لكنه يخشى الرسالة الإعلامية الهادفة والمركزة لأنها تغزوه في عقر داره وتفت من قبضته الحديدية يوما بعد يوم. لقد اعترف زعيم الميليشيا بعد طول هجوم على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومن وصفهم بالأبواق بأن هناك متغيرات، وهذا الاعتراف انعكاس لتأثير الخطاب الإعلامي المركز الذي شهدته المرحلة خلال الأشهر الأخيرة. هذا التأثير لخطاب الشرعية والقوى الوطنية المساندة لها يأتي رغم ظروف العمل الصعبة التي يعمل فيها الإعلاميون والصحفيون، وفي ظل حالة من التأخر لدى الحكومة والمكونات الوطنية في إدراك دور الإعلام في المعركة في ظل ثورة التواصل الاجتماعي. المسار العسكري والمسار الإعلامي لا ينفصلان، وكلاهما يكمل الآخر باعتبارهما معركتين متوازيتين تبدأ بالوعي وتنتهي بالحسم العسكري، وهذا يستدعي من الحكومة أولا ومن كافة القوى الوطنية ثانيا إلى الإعلام المزيد من الاهتمام حتى نستطيع الخروج سريعا من هذه المرحلة المفصلية في تاريخ اليمن. إلى الصحافة الجديدة، والبداية من الفيسبوك. لماذا الجبايات سلوك لصيق بالمشروع الإمامي؟ سؤال طرحه وأجاب عليه حمزة المقالح في منشور على صفحته بالفيسبوك. نتابع. أي سلطة في هذا الوجود مهما كان شكلها جمهوري أو ملكي تجتهد في أن تكتسب شرعيتها من رضا المجتمع، لذلك تبادر في تقديم الخدمات لمجتمعاتها إلى مشروع الإمامة أو الولاية، فهو ينطلق في مشروعيته من نصوص دينية لا علاقة للمجتمع المحكوم بها، لذلك لا تجد كل سلطة من سلطات الإمامة معنية بكسب رضا الناس، ولا هي معنية بتقديم الخدمات للمجتمع، لأن مشروعية سلطتها تستمدها من الدين وليس من الناس، وعلى الناس أن يتعبدوا الله بحكم هذه السلالة لهم. هذا هو التكوين النفسي للإمامة الذي عطل فكرة خدمة المجتمع وتحولها إلى طاحونة عملاقة للجبايات والإتاوات عبر التاريخ إلى اليوم. الموضوع ليس له علاقة بمستوى وعي من يدعي الإمامة، الموضوع له علاقة بفكرة الحق الإلهي الخبيثة
ولو عبد الملك الحوثي كان يشتغل في وادي السلكون لمارس ما يمارسه اليوم وجماعته بنفس القدر من الوضاعة والانحطاط والاستعلاء. منشور عبد الوهاب طواف على صفحته بالفيسبوك أكد على ضرورة التكامل بين جميع مناطق اليمن لتحقيق الاستقرار وبين اليمن ومحيطه العربي للقضاء على المشروع الفارسي في المنطقة. متابع. الأخطار تحيط باليمن من كل الجهات، فالشمال يحتاج لمساعدة الجنوب لدحر السلالية العنصرية، والجنوب يحتاج لوجود الشمال لتخفيف المناطقية، والشرق يحتاج لفزعة الغرب لدحر الإرهاب، والغرب يحتاج لتعاون الشرق للقضاء على التهريب وتردي الخدمات، واليمن يحتاج لدعم الخليج للعودة إلى عروبته واستقراره وعربيته، والمنطقة تحتاج لشعب اليمن وموقعه لدحر الفارسية ومنع التطرف والإرهاب. اليمن أمة واحدة حتى وإن قسمتها السياسة وفرقتها المذهبية وشتتتها الحزبية وقزمتها المناطقية. في تويتر، عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني الإصلاح في تغريدة الله أدان العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا في المناطق المحررة، مؤكدا أن هذه الأعمال تحمل بصمات ميليشيا الحوثية وتسعى من خلالها إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. شهدنا في الأيام الأخيرة عمليات إرهابية في أبيان وشبوة، وآخرها اغتيال الشيخ الشهيد عبد الرزاق البقمة الذي كان له دور في مقارعة الميليشيا الحوثية وإسهام كبير في المعركة الوطنية وفي تقوية نسيج مارب التي تخوض معركة الكرامة بكل بسالة منذ سنوات. إن هذه الحوادث المتتابعة وهي تعمل على خلخلة الوضع الأمني في الجغرافيا المحررة، فهي بذلك تخدم الميليشيا الحوثية وتشير إليها كفاعل أساسي والمستفيد الأول منها، ولن يتوقف عن استهداف السلم الأهلي وتأجيج الخلافات خارج سيطرته. ندين هذه العمليات الإرهابية وندعو الجميع للقيام بواجباته الوطنية لمواجهة الإرهاب، وفي المقدمة أجهزة الأمن التي نطالبها بتتبع العناصر الإجرامية التي تهدد أمن المجتمع وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات بهم. تغريدة أبو الزهراء الفقيه أرجعت عزوف الناس عن خطبة الجمعة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، يعود إلى عدم قبول المجتمع لأفكار الحوثي المنحرفة. بحث ميداني قام به جهاز مخابرات الحوثي حول إقبال الناس على خطبة الجمعة في مساجد صنعاء، فكانت النتيجة صادمة لهم. وجدوا أن مساجد صنعاء وقت الخطبة لا يتجاوز عدد الحضور 20 شخصا، وما إن تنتهي الخطبتان فيمتلئ المسجد، وهذه رسالة شعبية قوية عن عدم قبول المجتمع لأفكار الحوثي المنحرفة. أما تغريدة أحمد حيدر العزعزي في تويتر فقد تناولت عملية إثراء قيادات ميليشيات الحوثي في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحرب التي فرضوها. في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الحرب التي أشعلتها من الحوثي الإرهابية، يزداد قادتها الكبار ثراء، فخلال السنوات الماضية تحولت خارطة الأعمال والشركات التجارية الكبيرة لصالح تلك القيادات بعد عملية ممنهجة استطاعت من خلالها صناعة واقع جديد على الأوجاع اليومية. الدكتور محمد جمايح في تغريدة بتويتر استنكر اتهام الحوثي للموظفين المطالبين بمرتباتهم بالدواعش والمندسين في الوقت الذي ينهب قيادات الميليشيا المليارات من أقوات الشعب. أصبح الذين يطالبون بمرتبات مسوسين وأبواقا ومغفلين في نظر عبد الملك الحوثي. لو كان هذا الفاسد وقيادات عصابته يعيشون كباقي الشعب بلا مرتبات، لحق لهم أن يصيموا من طالبوا بمعاشاتهم بالمواعش المندسين، لكن من امتلك المليارات بظرف سنوات معدودة لا يحق له أن يخون الجياع الصابرين. الفكرة الحوثية ومقوماتها في تغريدة الصحفي أحمد شبح بتويتر. نتابع. بدأ تمرد الحوثي من كوفي مرام برفع السلاح ضد الدولة، ثم تمدد عبر جولات من المفاوضات والحوارات واستخدم سلسلة الاتفاقيات والمواثيق لتمهيد طريقه للسطو على اليمن. تقوم الفكرة الحوثية على عقيدة السيف والسلاح وغريزة الدم، والأمر نفسه في فكرة الخمينية ومشروعها التوسعي بالخراب والإرهاب. تغريدة ماجد المذحجي في تويتر تناولت موضوع فك الحصار عن تعز، والذي دخل في مساومة سياسية رغم أهميته لرفع المعاناة عن المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن.
رفض الحوثيون مقترح الحد الأدنى الذي قدمه المبعوث الأممي لفتح طرق تعز وكسر الحصار من عليها. في القياس العام شغل المطار الحيز الأكبر من الضغط الإنساني وهو على أهميته يخدم آلاف المواطنين بالشهر في حال اشتغل بكامل طاقته، بينما تخدم طرق تعز المغلقة في اليوم عشرات الآلاف من المواطنين. الفكرة أن عدم تكافؤ الضغط السياسي ليس متصلا بالحاجة الإنسانية بل هوية الطرف السياسية، فموضوع مثل قطع طرق تعز من قبل الحوثيين يبدو أقل أهمية رغم أنه يؤدي لكوارث إنسانية لأعداد أكبر من السكان من تلك التي يفعلها المطار. إن فتح مطار صنعاء حق ورفع الحصار عن تعز حق ويجب أن يتساويان. إن غض الطرف ويخضع الأمن لمساومة سياسية تمنع الحوثيين الحق بإذلاء الناس أمر مقيت وزواج مؤلم في المعايير الأخلاقية. لقد شغل موضوع فتح المطار العنوان الأبرز لكل حملات الضغط الإنسانية الدولية، بينما تتم المساومة سياسيا بحصار المحافظة الأكثر كثافة سكانية يمنيا وإسقاطها خارج تضامن. تغريدة العقيد عبد الباسط البحر بتويتر أشارت إلى أهم الملفات التي يجب على مجلس الرئاسة وضعها في قائمة أولوياته. أهم أولويات القيادة الرئاسية للعمل وسرعة الإنجاز توحيد القرار العسكري والأمني كخطوة مهمة في هزيمة الانقلاب الحوثي ومكافحة الإرهاب، تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي، انتظام المرتبات وتوفير الخدمات وعودة عمل المؤسسات وتفعيلها، التأمين الشامل وتحقيق الاستقرار للمحافظات المحررة. أيمن ساحة صراع لتصفية الحسابات بين أمريكا وإيران، موضوع تغريدة حمد آل قاسم في تويتر. تواطؤ المبعوث الأممي إلى اليمن مع الحوثيين يدل على التقارب بين أمريكا وإيران، وإن الصرخات التي يطلقها الحوثيون مجرد شعار متفق عليه لم يتضرر من شعار الحوثيين وصرختهم ضد أمريكا سوى الشعب اليمني. حقيقة الأمر الحرب في اليمن تديرها قوى إقليمية ودولية، أصبحت اليمن ساحة صراع. المحامي محمد المسوري في تغريدة بتويتر أكد أن اليمن على موعد مع النصر والخلاص من ميليشيات الحوثي، طال الزمن أو قصر. نتابع. سينتهي الحوثي، طال الزمن أو قصر، فقضية أحرار اليمن مصيرية ولن يقبل أحد بحكمه وسيطرته حتى لو اتفق معه العالم أجمع. لن نقبل بولاية الفقيه ولا بالعنصرية وميليشياته المسلحة، فكما تحررنا من حكم أجداده الكهنوتي سنتحرر منهم، وسيأتي اليوم الذي نستعيد فيه اليمن من أدوات إيران بإذن الله. مجموعة من رسوم الكاريكاتور نتابعها في آخر فقرات حلقتنا لهذا اليوم. وبهذا نختم معكم مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نراكم في حلقة الغد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.